الحمد لله. الاول الله يبارك فيك والف مبروك لمصر كلها على المباراه، وان شاء الله يوم السبت باذن الله نتوج بالكاس ان شاء الله، ونفرح كلنا ونتاهل للاولمبياد باذن الله. مباراه مصر وتونس دايما بيبقى لها طابع خاص، وموضوع العامل النفسي والعصبي بيبقى مسيطر عليها اكتر من الفني. بدايه الماتش الحمد لله احنا قدرنا نخش على طول في المباراه بسرعه وبقينا ليد في المباراه في البدايه. الموضوع ده ريحنا اثناء الماتش بيمر طبعا بمراحل، يعني بدايه الشوط كانت مهمه جدا، نهايه الشوط، بدايه الشوط الثاني كانت مهمه جدا، وهي دي اللي هم بيحاولوا فيها يرجعوا المباراه. الحمد لله نتماسك وقدرنا نرجع نكنترول المباراه لحد النهايه الحمد لله. انا بشكر كل الجماهير اللي جت، واتمنى ان شاء الله يشرفونا ويجوا تاني يوم السبت باذن الله، يبقى اكتر من كده نحتفل كلنا بالكاس هنا وتبقى حاجه جميله لينا ولبلدنا. هو الجمهور دايما بيبقى رقم واحد، هو الدعم الرئيسي لينا، وكان نفسنا يبقى كده واكتر كمان، وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان هم يبقوا موجودين، اللي هم دايما في المواعيد الكبيره بيبقوا موجودين معانا كل ماتش. مفيش حاجه اسمها في الرياضه دلوقتي انا ضامن حاجه، لازم نفضل مركزين. كان السيناريو ده بيتكرر، حصل في 2022، وعندنا الحمد لله احنا كجهاز كلعيبه عندنا من الخبرات ان احنا خلاص احنا دلوقتي قفلنا الماتش ده، عندنا نهائي هنبدا نشتغل عليه الفتره الجايه لحد النهارده دلوقتي اول ما نرجع بقى نشتغل عليه، وبكره ونبقى جاهزين 100% باذن الله للنهائي باذن الله. بالنسبه لنا المنتخبين مستوى متقارب جدا من بعض، هنخش نتفرج عليهم، احنا مجهزين الشغل للفرقتين، هنشوف الفريق اللي هيكسب ان شاء الله يبقى هنرجع نشتغل عليهم، نجهز نفسنا، نبقى مجهزين باذن الله 100% ان شاء الله.